القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. بهدفين نظيفين تمكن نسور قرطاج من التحليق في الأجواء الأردنية. هنا على ملعب الحسين بن علي في الخليل خسر الأردن أولى لقاءاته ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة فلسطين الدولية لكرة القدم. النشامى أضاعوا العديد من الفرص الذهبية، هذا عدا عن هدف ألغي بسبب التسلل. ورغم أن بداية الشوط الأول شهدت سيطرة أردنية إلا أنها لم تسفر عن أي تقدم، بل إنها شحذت همم التوانسة الذين أسدلوا الستار على الشوط الأول بهدف نظيف. بس احنا بقينا جايين من صفر، أول شيء تعبنا بقى، يعني إن شاء الله يعني فريق يعني تونس جايين قبلنا، يعني مرتاحين يعني نفسيا مستعدين للمباراة. الشوط الثاني شهد محاولات أردنية لتنظيم الصفوف، لكن السيطرة فيها كانت تونسية. تبادل الهجمات بين الفريقين والخطورة من كليهما استمرت حتى الدقيقة 89، حين انفرد اللاعب التونسي علاء بن سعيد بالكرة وسددها في شباك الحارس الأردني مصطفى أبو مسامح. شكل علينا ضغط كبير، لكن قدرنا بالهجمات مرتدة قدرنا باش نعمل الفارق ونسجل الهدف الثاني. وانتهت المباراة بكسب المنتخب التونسي 3 نقاط في بداية اللقاءات التي تشارك فيها 9 منتخبات، على أمل أن يلاقي منتخب سريلانكا الأحد القادم على استاد نابلس. أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.